لكم مع فيديو جديد من قناة 3 Star Tube. اليوم الفيديو حيكون تعرف على 3 أشخاص من الباو باترولز اللي هن هيك من دوريات المخلب. ايه فيلا نبلش بأول واحد واللي هو هيدا الانرجي تاعوله 5037 والاتاك 5967 وهو منه القوى. يمكن تاني واحد واللي هو هيدا هو بالانرجي 5971 والاتاك 5315 واكثر شيء هو تبع الانرجي. بالانرجي اقوى من الهيدا بس بالاتاك هو اقوى منه. فخلينا نشوف هاي الانرجي تاعولا سكاي انرجي تاعولا 5771 والاتاك 6572. خلينا نشوف مين اكثر واحد بالانرجي وعرفنا النتيجه والنتيجه هي هو هيدا اكثر واحد بالانرجي. الانرجي هو اكثر واحد بس بالاتاك اكثر واحد هي هاي. فهيك بكون خلص الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك شير وشير وسبسكرايب وباي واكتبوا لنا بالتعليق اذا بدكم فيديو ثاني وشوفوا بالوصف اقروا الوصف تتشوفوا شو ملتزمات الهيدا واذا وصلنا وما تنسوا هاشتاج حمل التوصيل حمل التوصيل ياسر وفاطمة 10,000 واكثر مشترك. اول شي 10,000 يلا ما تنسوا لايك شير سبسكرايب.